انا حماقه لي زونفون، انا كنتسطع لي زونفون وكان عندي في الشو في الصباح ما كانش عندي شي حاجه ديال الدراري الصغار، يعني كنت عارفهم كيتصنتوا عليا وعزيز عليهم وانتم عزاز عليا، ولكن ما كايناش حاجه ديالهم. داكشي علاش هادي عام وشي حاجه درنا مدرسه مومو اللي لقات واحد النجاح يعني ليس لديه مثيل. الدراري الصغار كيعيطوا الصباح كيهضروا معايا كيتكلموا معايا كيوجدوا لي مسرحيه كنديروا دوفينات كيسولوني. داكشاش اليوم جيت لهنايا على قبل الدراري، على حيت الدراري الصغار والبنيتات الصغار طوب هو اللي واعر فيهم هو لا سامبليسيتي، عاديين طبيعيين ويقدروا يقول لك اي حاجه، يقدروا يقولها لك، يقول لك اي حاجه. هذيك العفويه اللي فيهم زوينه، ديك العفويه اللي التي فقدناها مع مرور الزمان، ياك العفويه ما بقاتش فينا حنا فاش كنكبروا، ما كتبقاش في ديك العفويه ديال اي حاجه تقولها. وي كتولي عفوسيه، ما كتبقاش عفويه كتولي عفوسيه. مزوين الدراري الصغار خدمه معاهم زوينه بزاف. ليكيت يونايتيد وي هضرت معاهم دابا واعرين، كرون سوكسي في المغرب، معروفين بزاف في المغرب، عزازين بزاف على الدراري الصغار كيما شفتوا. بلاتي خصكم تصوروا واش غادي يطلعوا سوغ سان، واش غادي يديروا الدراري الصغار والناس اللي كاين هنايا. كيت يونايتيد جروب دار على قبل اليونيسيف فرنسا، كورني إلين سيغارا ياك هي اللي مكلفين بهم، داروا ان بروجي كيعاودوا الاغاني الفرنسيه القديمه كيعاودوها بالصوت ديالهم، بالصوت صغير. اون ايكري سور لو ميراج دو بواسو فير اي كي دابا ثالث مره يجوا المغرب هي اليوم. كون غنيت بحال هكذا قالت لي الوالده، قالت لي الوالده، الوالده تخرج ما قلت لك والو ولدي، غير اسكت ما قلت لك والو. لا عجبني حيت الاخراج ديال الاشوار واعر، حيت داكشي الخدمه اللي دار معنا كانت واعره. وي باغي نلعب في افلام، باغي نلعب في مسلسلات، مرحبا اي واحد عنده شي بروجي عيط صيفط نقرا مرحبا، باغي انا باغي عجبني ستون السينما ستون. وي كيعجبني نتستونا في اي حاجه كنتستونا فيها، كتعجبني نتستونا فيها. بحال دابا انا مستوني معاك دابا الصباح، انا واحد القضيه، انا يكون عندي كاع المشاكل الحياه والروينه وحالتي حاله، مي غير نشعل الميكرو ديالي كيف ما قالها كوين، كوين فريدي ميركوري، شو ماست جو اون شو ماست جو اون. باي لو شو صافي. الناس اللي كيتصنتوا عليا كيتصنتوا ليا على قبل، حيت انا باغي نشطهم، باغي نضحكهم، باغيهم يكونوا مزيانين معايا. يعني هما انا عندي مشاكل، مره كنهضر على المشاكل ديالي اللي كيقولوا لي كنهضر، ما كنشاركهم مع الناس حيت الناس كيشاركوا معايا كنشارك معاهم، ولكن هما كيبغوني حيت انا ما بغيتش ننكد على الناس، انا كنبغي نشطهم نضحكهم يدوزوا وقيته زوينه يكونوا فرحانين، وهذا الشيء اللي كاين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.